السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام في كل مكان، فأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المكلة في أسبوع، والبداية نستهلها بالعناوين. محافظ حضرموت يصل المكلف على رحلة علاجية قصيرة في الإمارات. إحالة 3 من موظفي الدولة للتحقيق في قضايا فساد. الذكرى 3 للرحيل الفنان كرامة سعيد مرسال، عصر من الغناء الأصيل. أهلا بكم. عاد محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني إلى مدينة المكلا مساء الاثنين قادما من أبوظبي بعد زيارة علاجية قصيرة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وهي مراجعة طبية روتينية بعد العملية الجراحية التي أجريت له منتصف مارس الماضي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأصدر محافظ حضرموت تصريحا حول الزيارة التي وصفها بالناجحة، مطمئنا أبناء حضرموت أن أموره الصحية جيدة، موضحا أن فترة تواجده بالعاصمة الإماراتية أبوظبي سنحت له الفرصة للقاء عدد من المسؤولين العسكريين والأمنيين والمدنيين ممن قدموا مساعدات كبيرة للمحافظة، منها تثبيت الأمن والاستقرار وتمكينا من القضاء على الإرهاب، مؤكدا أن هذه المسيرة سوف تستمر ويستمر معها الدعم والمساندة، وأن دول التحالف العربي، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة سوف يواصلون دعمهم ومساندتهم في سبيل التحول التدريجي السريع نحو الحياة الكريمة. كما قدم شكره لدولة الإمارات على الدعم السخي الأخوي الصادق، داعين الله عز وجل أن يوفقهم دائما وأن يجعلهم مناصرين للحق ومؤيدين لقضيتنا في وطننا. كلف محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني المهندس عمر محمد الحيقي وكيلا لمحافظة حضرموت للشؤون النفط والطاقة والمياه وحماية البيئة بمتابعة هذه القطاعات ويكون مسؤولا عليها أمام المحافظة. كما شدد محافظ حضرموت على معالجة كافة الإشكاليات في قطاعات النفط والطاقة وتخليصها من الديون المتراكمة عليها خلال لقائه مدراء ومسؤولي قطاع النفط والطاقة والمياه وحماية البيئة، مؤكدا على أن هذا اللقاء يأتي كخطوة في تنفيذ الاتجاهات العامة لعمله كمحافظ لمحافظة حضرموت. وأكد المحافظ البحسني في كلمته على أهمية الالتزام بالانضباط الوظيفي والعمل المؤسسي بروح الفريق الواحد، داعي المرافق الحكومية وموظفين إلى التنافس من أجل تقديم خدمة أفضل للوطن والمواطن. كما وجه محافظ حضرموت مدير مكتب الخدمة المدنية بتفعيل دوره وعمل نزولات ميدانية للمرافق الحكومية والتفتيش عن أي تقاعس في العمل الإداري. شدد محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني على وضع حلول جذرية للانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي ازدادت في الأيام القليلة الماضية في مدن ساحل حضرموت. جاء ذلك خلال لقائه بمسؤولي قطاع النفط والطاقة والمياه وحماية البيئة. وقد أصدر المحافظ البحسني توجيهاته لإدارة كهرباء ساحل حضرموت بوضع خطط ودراسات بعيدة المدى لتفادي أي خلل وحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي جذريا. كما حث على متابعة ومحاسبة كل المسؤولين في هذه المؤسسة عن أي تقصير وتهاون وتلاعب بالمال العام وممتلكات المؤسسة مما ينعكس سلبا على الحياة العامة للمواطنين. وحذر المحافظ البحسني المخالفين وأصحاب الربط العشوائي من المواطنين والشركات والمؤسسات التجارية والمصانع من خطورة هذه الأعمال التي تضر بالمصلحة العامة والتي تعرضهم للمساءلة أمام القانون وفصل الخدمة نهائيا، موجها مدير الكهرباء بتفعيل دور فرق التفتيش عن المخالفين مسنودة بإجراءات أمنية خلال هذه الأيام، داعيا المواطنين إلى سرعة السداد والترشيد في الاستهلاك بدلا من اللجوء إلى أعمال تخريبية يتضرر منها الجميع.
أحال الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بساحل حضرموت عدد من موظفي الدولة للتحقيق على ذمة قضايا فساد. وقال الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بساحل حضرموت على صفحته في الفيسبوك بتوجيهات من محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني، واستنادا إلى تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، تم إحالة 3 من موظفي الدولة في مديريتي الشحر والمكلا للتحقيق على ذمة قضايا فساد. هذا وأعرب موظفو الجهاز المركزي عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ حضرموت لتجاوبه العاجل والسريع مع تقارير الجهاز المركزي، ويعبرون عن بالغ سعادتهم بهذه الخطوة الشجاعة التي رفعت من معنوياتهم، ويتعهدون ببذل مزيد من العطاء والجهد في سبيل تطهير المحافظة من الفساد والمفسدين. تم بالمكلا تسليم المتهمين في قضية مقتل المواطن حسن بن حريزان المنهالي التي حدثت في مديرية الديس الشرقية في 28 من يوليو الماضي للجهات الأمنية المختصة بمبادرة من الشيخ مسلم بن عوض العجيلي شيخ قبيلة بن عجيل ووجهاء وعقال قبيلة العجيلي. واعتبر وكيل أول محافظة حضرموت الشيخ عمر بن حبريش العلي هذه البادرة بأنها تمثل مساهمة لإرساد عائم الأمن والاستقرار وعدم انتشار الجريمة والقضاء على الظواهر المخلة بالسكينة العامة وعدم الوقوف إلى جانب من يرتكب مثل هذه الأفعال أو يساندها. وأكد وكيل أول حضرموت على أهمية أن يساهم الجميع في الحفاظ على النسيج الاجتماعي وتعزيز التعاون المجتمعي الذي يرسخ أمن وسكينة المواطنين ونبذ كل ما يخل باستقرارهم، شاكرا جهود الشيخ مسلم بن عوض العجيلي وكل من ساهم وبذل من أجل إرساد عائم الأمن وتسليم المتهمين للجهات المختصة الرسمية لكي تأخذ العدالة مجراها. يواصل فريق الهلال الأحمر الإماراتي جهوده الإغاثية لمساعدة الأسرة الفقيرة وذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة حضرموت ضمن الحملة الإنسانية للتخفيف من معاناتهم. المزيد في التقرير التالي. كثف فريق هيئة الهلال الأحمر تقديم مساعداتها الإغاثية بمحافظة حضرموت في إطار الدعم الإنساني والإغاثي الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة لتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية، حيث وزعت عددا من السلع الغذائية على أهالي مديرية غيلبة وزير ومديرية غيل بن يومين ومنطقة الردود بمديرية تريم. ويأتي توزيع هذه المساعدات الإنسانية ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية الذي تنفذه الهيئة في إطار الدعم الإنساني الذي تقدمه دولة الإمارات لتخفيف من معاناة الأهالي، ومواصلة لجهودها الخيرية والإنسانية لمساعدة السكان على مواصلة حياتهم وتعزيز أمنهم واستقراره. واستقبلت القوافل الإغاثية بفرح شعبي كبير، حيث أظهرت على ملامح الأهالي فرحة غامرة ولهجت ألسنتهم بالدعاء والثناء والشكر لمن كان سببا في إيصال هذه المعونات. نشكر أخواننا في الهلال الأحمر الإماراتي لاستهدافهم هذه الشريحة من أبناء مديرية غيلبة وزير، والتي تعتبر الخطوة الثانية التي يقدم عليها أخواننا في الهلال الأحمر، شاكرين كل جهودهم التي يبذلونها لتوفير احتياجات أبنائنا وأخواننا الفقراء من أبناء هذه المديرية. وكمان نشكرهم هذه المرة على استهدافهم أخواننا ذوي الاحتياجات الخاصة، مرضى السرطان، أعمال النظافة وكثير من أبناء المديرية. نائب فريق الهلال أحمد النيادي أكد حرص الهيئة على مواصلة جهودها الخيرة ومساعيها الحثيثة لتحسين حياة المواطنين اليمنيين والتخفيف من وطأة المعاناة عن كهلهم، وذلك عن طريق الواصل إلى أكبر عدد من المستفيدين. وقال إن عملية توزيع السلع الغذائية تأتي امتدادا لعمليات الإغاثة المستمرة ومساهمة منها في تخفيف العبء الملقى على عاتق هذه الأسر في ظل أوضاع اقتصادية سيئة تعاني منها اليمن، مشيرا إلى أن المساعدات الإنسانية الإماراتية لليمن ستتواصل تلبية لحاجات الناس من المواد الغذائية عبر أذرعها الإنساني والتنموي باليمن هيئة الهلال الأحمر وجهات
من القيادة الرشيدة. وعبر أهالي وسكان المناطق التي شهدت توزيع المساعدات عن فرحتهم وامتنانهم لهذا العون الإماراتي الكبير وهذه اللفتة الإنسانية الحانية التي خففت من معاناة الكثير من الأسر وسط الظروف الصعبة التي يمرون بها. تتابعونا بعد الفاصل. كلية الإمام الشافعي للعلوم الشرعية بالمنكلة تحتفل بتخرج الدفعتين الأولى والثانية. افتتاح مشروع مركز من جميل التسوق في بويه. الذكرى الثالثة للرحيل عصر من الغناء الأصيل. كرامة مرسال. مدارس النهضة النموذجية، صرح تربوي شامخ، تاريخ حافل بالعطاء، تكامل في التجهيزات والآداء، رعاية وعناية بالنشأ طفلا وفتاة وفتاة. تعلن مدارس النهضة عن بدء التسجيل للطلاب الجدد للعام الدراسي 2017-2018، وعلى طلابنا تجديد رقي فالمقاعد محدودة. عنوان مدارس النهضة المكلا إنبيخة، هاتف 05-351-335 أو 321-1142، هاتف الفرع 321-1151. جامعة العرب، بيئتك التعليمية القادرة على الإنتاج المتجدد ومواكبة المناهج التعليمية المستحدثة نحو بناء صرح علمي شامخ يتمتع باستقلالية علمية وبحثية، معامل تطبيقية عالية الجاهزية، كادر تعليمي ذا خبرة ودرجة علمية، اعتراف وزاري، شهادة معتمدة. سجل الآن جامعة العرب للعام الجامعي 2017-2018. العنوان: حضرموت المكلا، الشارع العام أمام السوق المركزي. هاتف رقم 31 31 31. عدنا إليكم من جديد. اطلع وكيل أول محافظة حضرموت لشؤون الساحة والهضبة الدكتور سعيد العمودي على التدخلات العلاجية العاجلة لستة حالات مصابة بمرض الكوليرا اكتشفها فريق الترصد الوبائي في منطقة ردفان بمديرية بروم ميفع. واستمع الوكيل العمودي من المختصين في هيئة مستشفى ابن سينا العام بالمكلا على إيضاحات ما تم اتخاذه من إجراءات في استقبال الحالات المصابة التي تم تأكيدها مخبريا وتقديم لها الرعاية اللازمة. وحث الوكيل العمودي على ضرورة أن يواكب هذه الأعمال حملة توعوية للمواطنين بمشاركة الفرق الصحية الميدانية والمتطوعين بكيفية الإجراءات الاحتراسية لحصر الوباء في مكان واحد ومنع انتشاره. كما أجرى الوكيل اتصالا هاتفيا بعمال فرع المؤسسة العامة لكهرباء ساحل لحضرموت الذين يتلقون علاجهم في أحد مستشفيات سلطنة عمان الشقيقة، اطمأن على صحة العاملين وما تلقوه من علاج أثر إصابتهم بحروق أثناء تأدية عملهم في إصلاح خلل كهربائي طارئ في أحد الأحياء السكنية بمدينة المكلا مساء 23 من يوليو الماضي. في حفل روحاني بهيج احتفلت كلية الإمام الشافعي بمدينة المكلا بتخرج الدفعة الأولى والثانية من حملة البكالوريوس للعام 1438 للهجرة. المزيد في التقرير التالي الذي أعده لنا الزميل فادح حقان. نتابع. احتفلت كلية الإمام الشافعي للعلوم الشرعية بالمكلا بتخريج 64 خريجا بدرجة البكالوريوس من الدفعتين الأولى والثانية للعام الهجري 1438 الموافق 2017 للميلاد. وفي الحفل البهيج الذي أقيم بالمناسبة بحضور نائب رئيس جامعة حضرموت لشؤون الطلاب الدكتور عبد الله بابعير وعدد من المناصب والعلماء والقضاة والدعاة ومدراء المرافق التنفيذية وعمداء الكليات بالجامعات وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الأربطة التعليمية الدينية، ألقى وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس محمد العمودي كلمة السلطة المحلية بالمحافظة، نقل في مستهلها
تحيات وتبريكات وتهاني محافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البسني قائد المنطقة العسكرية الثانية للخريجين. وقال يسرنا ويسعدنا بأن نشارك في هذا الاحتفال بتخريج هذه الكوكبة النيرة من طلبة العلم من المحافظات المجاورة ودول شرق آسيا وأفريقيا الذين تلقوا خلال سنوات العطاء الجهد والاجتهاد العلم الشرعي المنهجي من هذه المدرسة الحضرمية. وأشار الوكيل العمودي بأن مدرسة حضرموت هي مدرسة الوسطية والاعتدال كما عرف عنها في نشر الإسلام في كل بقاع العالم بسلوكياتهم وصفاتهم الطيبة بعيدا عن الغلو والتطرف، مثمنا جهود قيادة وكوادر الكلية على الاهتمام بالعلم وطلابه وتوفير لهم البيئة والأجواء الروحانية المناسبة لتلقي العلوم الشرعية المتصلة بالسند الصحيح من أهل السنة والجماعة، ومؤكدا حرص قيادة السلطة المحلية بالمحافظة على المساندة والدعم لتذليل كافة الصعوبات التي تكون عائقة أمام نشاط العملية التعليمية بالكلية، ومتمنيا في ختام كلمته التوفيق والنجاح والتطور والتقدم للكلية في مشاريعها المستقبلية خدمة لهذا الصرح العلمي الشرعي. هذا اليوم في محافظة حضرموت مدينة مكلا حفل تخريج الدفعة الأولى والثانية من كلية العلوم كلية الإمام الشافعي للعلوم الشرعية في محافظة حضرموت. رأينا ما يسر الناظر من أبناء هذه الكلية خريجينها من ناحية العلم وكذلك من ناحية الأخلاق الذين أخذوها فترة 4 سنوات، مما يدل على الوسطية أو المدرسة الوسطية لمحافظة حضرموت. نتمنى المزيد للنجاح لأبنائنا الخريجين وكذلك القائمين على هذه الكلية. وكان عميد كلية الإمام الشافعي للعلوم الشرعية الشيخ الدكتور والمربي الفاضل محمد بن علي باعطية قد رحب في مستهل كلمته بالحاضرين ومشاركتهم الكلية في احتفالها بتخريج الدفعتين الأولى والثانية من الكلية، متطرقا إلى الأهداف التي أنشئت من أجلها الكلية وأبرزها التعريف بالهوية الإسلامية ومعاني الانتماء الحقيقي لمذهب أهل السنة والجماعة وغرس الاعتزاز بها ونشر منهج مدرسة علماء حضرموت المستمد من عقيدة أهل السنة والجماعة علما وعملا وفكرا وعقيدة وسلوكية ودعوة، إضافة إلى ترخيص مبدأ الوسطية والاعتدال والمنهج في مدرسة علماء حضرموت والعمل على وفقه. بعد السنين المضنية من الجهد والاجتهاد وبذل الغالي والنفيس في سبيل تخريج هذه الدفعة الأولى والدفعة الثانية والجهد المتواصل من المدرسين ومن الطلاب ومن القائمين على الكلية ككل منسوبي الكلية، كنا نترقب هذا اليوم بفارغ الصبر وفارغ الفرح والسرور، والحمد لله رب العالمين وصلنا إلى هذا اليوم المبارك وشهدنا في هذه الكوكبة إن شاء الله التي نرجو من الله تعالى أن ينفع بها الأمة تبلغ الدين الإسلامي الصحيح السليم المستقيم على المنهج الوسطي الذي يدعو الناس إلى دين الله تعالى بالرحمة والرأفة والمحبة واللين كما قال الله سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هي الكلية طبعا فاتحة أبوابها سواء كان الطلاب الذين سيكونون من داخل الوطن وهم أولى وأحرى أو من خارج الوطن. خارج الوطن كما نعرف أنه هناك انتشر الإسلام سواء كان في شرق آسيا أو في شرق أفريقيا أو في شمال الهند بالخريجين من هذه المدرسة مدرسة حضرموت الذين خرجوا وهم يحملون هم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ولا يملكون معهم من حطام الدنيا شيئا، نشروا الدعوة إلى الله، نشروا الإسلام ودخل الناس طواعية في دين الإسلام، لكنه لا بقول ولا بمقال لكن بلسان الحال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين المعاملة، عاملوا الناس بأخلاقهم الراقية الزاكية في جميع مجالات التعامل. فتشرف الناس إلى هذا الدين في هذه البلدان فلما علموا أنه دين الإسلام وأن هذه الأخلاقيات ناتجة عن دين الإسلام دخلوا في هذا الدين. والآن شرق آسيا كلها لو دخلتها لو جت أن عاداتها تقاليدها ما يكون فيها كله كأنك في حضرموت، كأنك في حضرموت.
حتى أثر هؤلاء الحضارم الذين حملوا الهم الدعوة إلى الله تعالى وهم تبليغ الدين حتى وصلوا إلى هذه البلدان وأثروا في حتى العادات التي كانوا يعتادونها في بلدانهم نقلوها إلى هناك وأخذها هؤلاء الناس منهم. فكم لهم من فضل وكم لهم من ثواب كم لهم من أجور. أخرجوا الناس من ظلمات الوثنية من ظلمات الشرك إلى دين التوحيد ودين الإسلام. وألقيت في الحفل كلمة للدعاء ألقاها الداعية الشيخ عبد الرحمن بعباد، أكد بأن حضرموت لا تزال تجدد دور مدرستها العلمية والتربوية من خلال تخريج طلاب العلم لنشر الدعوة إلى الله وتبليغ الرسالة المحمدية في بلاد الشرق والغرب. وقال إننا اليوم نحتفي بتخريج هذه الكوكبة من هذه المدرسة التي تعد جزءا من المدرسة العالمية الحضرمية لأهل السنة والجماعة والمستمدة بالاتصال للنبي صلوات ربي وسلامه عليه، ويتلقون العلم من من ورثوا ظاهره وباطنه بحقيقته التي جاء لأجلها البشرية، وهو إخراج الناس من الظلمات إلى النور. اسمي عارف رحمن رشادي، جئت من جمهورية الإندونيسيا من محافظة مالنج جوا الشرقية، وبفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل سيدي الشيخ تخرجت في هذه الليلة من كلية الإمام الشافعي للعلوم الشرعية، وهذا ببركة سيدي الشيخ ومشايخه. وحقيقة أننا لسنا من محقي هذه المزية، لأننا ما زلنا من المتعلمين، بل بفضل الله سبحانه وتعالى سيدي الشيخ حفظه الله تعالى ربانا تربية كاملة وأعطانا منهجا علميا صالحا صادقا حتى نستطيع أن نسلك فيه، وإن شاء الله سبحانه وتعالى سنطبقها في بلادنا الإندونيسية. وتخلل الحفل كلمة للخريجين وقصائد معبرة بالمناسبة، وعرض روبرتاج يستعرض نشاط الكلية والمناهج العلمية التي تدرس بها، كما تم تكريم محافظة حضرموت ومؤسسة الإمام النووي بدروع تذكارية من قبل الكلية، وتكريم أوائل الدفعتين والخريجين بشهادات تقديرية وسط روحانية تعليمية منهجية أدبية سلوكية. ناقش مدير عام مديرية الشحر المهندس أمين سعيد بارزيق بمعية مدير مكتب الثقافة بالمديرية الأستاذ سعيد بن عجلان والباحثان عبد الله حداد وماهر بن صالح طرق تفعيل المكتبة العامة بالشحر المكتبة السلطانية. وخلال اللقاء وضعت العديد من المقترحات الجدية في إعادة توفير الاحتياجات الأساسية التي تكمن في تفعيل نشاط المكتبة، بما فيها حصر المتطلبات التي تفتقرها المكتبة وإعادة تأهيلها وإصلاح المتعثر فيها، إلى جانب النظر في تكليف كادر إداري يقوم بوضع خطط يستقطب فيها الباحثين لإقامة فعاليات ثقافية تجذب من خلالها القراء والزوار. هذا وتفتقر المكتبة إلى قلة عدد روادها. يذكر أن عمر المكتبة السلطانية بالشحر ما يقارب 73 عاما، حيث تم افتتاحها في 27 من ديسمبر عام 1943 للميلاد. أقامت مؤسسة الأمل للتدريب وريادة الأعمال بالتعاون مع مركز الطموح للتدريب والاستشارات برنامج محو الأمية القرائية والمهنية الذي يموله البنك الإسلامي للتنمية والصندوق الاجتماعي للتنمية. ويستهدف البرنامج العاطلين عن العمل والنساء العاملات لعدد 246 عاملة وعاطل عن العمل، وتستمر لمدة 3 أشهر. يخضع خلاله المتدربون في البرنامج على المهارات الحياتية وريادة الأعمال، حيث تكون نتائج البرنامج الخروج بخطة عمل ودراسة جدوى المشاريع التي قدموها ليتم ربطهم بجهات القرار. افتتح مدير عام مديرية المكلة بمحافظة حضرموت الدكتور عبد الباقي الحوثري مشروع مركز بن جميل للتسوق، أحد أكبر المجمعات التجارية الاستهلاكية في منطقة بويش شرق مدينة المكلة بتكلفة $1 مليون. ويتكون المركز من سوق تجاري كبير يضم أقسام متعددة ويوفر كافة احتياجات المواطنين من سلع استهلاكية وأدوات منزلية ومستحضرات التجميل وعطور وبخور وإكسسوارات وأجهزة الجوالات ومستلزماتها.
إضافة إلى مخبز آلي للروت والرغيف وجميع أنواع الحلويات، بالإضافة إلى توفير نحو 30 فرصة عمل للشباب. تعدى صيته حضرموت إلى الجزيرة العربية والوطن العربي الكبير. بدأ مشواره الفني حينما كان في 17 من عمره. كانت أشهر أغنياته متيم، والتي حازت على إعجاب الكثيرين في الوطن العربي. 3 سنوات على الرحيل عصر من الغناء الأصيل. كرامة سعيد مرسال، أيقونة الفرح وروح الجمال الحضرمي. متابع التقرير. رحل كرامة مرسال وانتهت حكاية حب مخفية، هكذا عنونت جريدة الحياة اللندنية خبر وفاة الفنان كرامة مرسال في 3 أغسطس من العام 2014 ميلادي. ولد كرامة مرسال في حارة برع السدة بمدينة المكلا القديمة عام 1946 ميلادي. نشأ وترعرع وفيها بدأت معه موهبته الغنائية التي ظهرت في وقت مبكر، حينما كان يستمع إليه والده وهو يغني عددا من الأغاني الشعبية. بدأ أبو صبري مشواره الفني حينما كان في 17 من عمره، وهي الفترة التي فقدت حضرموت فيها سلطان الطرب الفنان محمد جمعة خان، حيث ترك وفاته فراغا في الساحة الفنية. إلا أن ذلك الفتى الذي بدأ يلتمس طريق مشواره الفني التقط تلك اللحظة، فكان يحيي حفلاته على أغاني محمد جمعة خان، مما ساهم في ظهوره وحضوره على الساحة الفنية. على شاطئ الذكريات التقينا لنحكي حكايات شعب المجيد، فأصبح كل الذي قد حكينا عقودا على صدر عهد جديد. بدأ كرامة بإطلاق أول أغنياته واسطواناته في عام 1969 من الميلاد، عندما التقى بالشاعر الكبير حسين أبو بكر المحبار، وقام بتلحين أغانيه بنفسه وإطلاق أول اسطواناته، واستمر العمل بينهما بالإضافة إلى الفنان أبو بكر سالم حتى وفاة الشاعر حسين أبو بكر المحبار في عام 2000 من الميلاد. بالإضافة إلى موهبة كرامة الغنائية وصوته الناجر المبحوح، فهو يمتلك إلى جانب ذلك موهبة أخرى وهي التلحين، حيث لحن في حياته الكثير من الأغاني لأكثر فناني اليمن والخليج. وتلك الطيور التي غادرت ديار الأمان بهذا الوطن. قدم كرامة خلال حياته الفنية الكثير من الأغنيات التي اشتهرت باللون الحضرمي، وكانت أشهر أغنياته متيم، والتي حازت على إعجاب الجماهير الخليجية والعربية، وغناها الكثير من مغنيين الخليج العربي أمثال راشد الماجد وفرقة ميامي وأنغام وغيرهم. غنى الفنان كرامة مرسال للعديد من الشعراء على رأسهم الشاعر الكبير حسين أبو بكر المحضار، كما غنى من أشعار الراحل عمر أبو بكر العيدروس وأحمد سالم البيض وسعيد محمد بن طاهر باوزير وأحمد سالم بامطرف وجمعان بامطرف وجنيد باوزير وغيرهم من الشعراء. ورغم آلامه ومرضه ظل يواصل رسالته الفنية، وبقي متسيدا فوق المعاناة حتى أسقطه الشعور بالإهمال والنسيان والنكران، والتي جسدتها صورة التقطها المصور الفوتوغرافي محي الدين سالم، حينما لم يستطع مرسال أن يحبس مشاعره لتنسكب دموعه وهو يغني. ليكتب محي الدين بعد وفاة كرامة مرسال أن الصورة موجعة، بينما شعر الفنان بأن عمره الفني لم يشفع له، وما قدمه خلال سنوات أن يمنحه حق السؤال من المعنيين في الأمر عن حاله وصحته. يكتب الغير الفراق شل قلبي معك مالك، حيف حليت يا ريم اليمن ريع
والقيلي سكان شل قلبي. مات من طرز ليالينا أفراح وسكب على أيامنا الشهم. مات كرام مرسال تاركا في قلوبنا قصة لن تزول، تجددها ليالي الطرب والأنس، وحكايات مثيرة ومواقف لا تنسى، وأيام رمضان والعيد حيث ظل يشدو أقبل العيد، فذهب الشادي وبقي العيد ذكرى لحبيب جعل اللحن والشدوى يبكي طيور الاغتراب الحضرمي، ويهيج لواعجها كلما اقترب من حدود صعبة، فتعالي لي بثوب العيد ذلك الحلو المشجر واحضن القلب المعنى. أقبل العيد حبيبي وشد الطير وكبر وتهادى الروم من فرحتنا الكبرى وأسهر، أي شيء في غداة العيد أهدي وأفخر، أي شيء أي شيء في غداة بهذا التقرير عن الفنان الراحل القدير كرامة مرسال نختتم مشاهدين الكرام حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم الأسبوعي المكلف أسبوع، على أمل لقاء بكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل. تقبل تحياتي، هذا أنا عبد الله بخضر ومن طاقم العمل، لكم مني أطيب الهنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.